وأشكر الزملاء الحاضرين معنا في هذه اللجنة أو في هذه المدخلات وهذه اللجنة التي تضم باحثين متخصصين في الترجمة وإشكالية الترجمة الأدبية، كما أشكر جميع الحضور الكريم من طلبة وأساتذة كرام. مداخلتي ستكون من واقع التجربة أكثر مما ستكون تقنية، معتقدا اعتقادا جازما أننا عندما نتحدث عن إشكالات الترجمة الأدبية فإنما نستحضر أولا وقبل كل شيء ثقافة المترجم، وثقافة المترجم هذه يجب أن تكون ثقافة موسوعية. قد لا يكون هذا الأمر جديدا وليس فيه إضافة، ولكن عندما نتصدى لترجمة نصوص أدبية اكتشفت التجربة أن الذين خاضوا في هذا الموضوع يستفاد من كتب الذين يترجمون أكثر مما يستفاد من كتب الذين يحضرون للترجمة، بمعنى أن الإشكالات الترجمة الأدبية نصادفها مفصلة ظاهرة مجسدة في نشاط المترجمين الذين يمارسون الترجمة، سواء تعلق الأمر بالمسرح أو تعلق أمر بالرواية أو بالشعر أو بكل النصوص التي يمكن إدراجها ضمن النصوص الأدبية. قمت بتجربة بسيطة وهي أنني عدت إلى كتب التي تدرس الترجمة، وهذا التقليد كما تعلمون في المغرب نادر جدا ولم ينتشر إلا في ثلاث مدن أساسية، هي الرباط والقنيطرة وفاس في عهد الاستعمار. هذه المادة كانت تسمى تيم إيفيرسيون، هذه هي مادة الترجمة، يعني ترجمة نصوص من اللغة الأصل إلى اللغة العربية مثلا، وترجمة نصوص من العربية إلى اللغة الأجنبية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو غير ذلك، وتسمى هذه المادة تيم إيفيرسيون. هذه المادة انتشرت انتشارا كبيرا في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، بحكم أن اليسوعيين والمسيحيين كانوا يهتمون بهذه المادة، ولذلك نجد كثرة المترجمين في هذه البلدان الذين تصدوا لترجمة سواء التراث العربي الكلاسيكي الإسلامي إلى اللغات الفرنسية أو العكس، بمعنى والمغرب للأسف باستثناء تونس لم يعرف هذه المادة طيلة مساره في تاريخ الترجمة. إذا أردنا أن نؤرخ لتاريخ الترجمة في المغرب لا نكاد نجد كتباً يعني تدرس ترجمة أو تعطي لطلبة الطلبة طرقا ومنهجيات لترجمة النصوص بصفة عامة وترجمة النصوص بشكل الأدبية بشكل خاص، لا نكاد نجد إلا في عندما أدخلت الترجمة في أواسط التسعينات إلى الثانوي بدعوى ما يسمى بالتعريب، والحكاية تعرفونها لا داعي للوقوف عندها. تم التركيز على الترجمة العلمية والترجمة التقنية، أما الترجمة في المعارف الإنسانية والعلوم الإنسانية فقد ظلت غائبة. قلت عدت إلى هذه الكتب المشهورة في المشرق وحاولت أن أدرس فيها منهج المستعمل فيها عموما، وكيف يبسط علماء كبار في لغتين خصوصا الفرنسية العربية والعكس يبسطون للطلاب في الثانوي أو في الصفوف الأولى الجامعية طرق ترجمة نصوص أدبية في غالبها، ويقدمون إلى حد ما وصفات كل هذه الكتب بدون استثناء. إذا رجعناها ودققنا فيها النظر، وخصوصا الكتاب الذي درسته في المرحلة التالية وهو كتاب أصول في الترجمة لجوزيف نعوم حجار، وهو أشهر هذه الكتب على الإطلاق لأنه يقدم لنا نصوصا متفاوتة، نصوص كلاسيكية من كليلة وديمنا، نصوص من ألف ليلة وليلة، نصوص من المقامات كذلك، وهذه النصوص أدبية وهي نصوص صعبة
ولكن يقدم طرقا متدرجة لترجمتها إلى اللغة الفرنسية، أو ترجمة نصوص أدبية رفيعة لغوته أو لهيغو أو لمالارمي أو للشعراء الكبار الفرنسيين وترجمتها إلى العربية. الخلاصة التي وصلنا إليها وهي كالتالي: إذا لم يكن الطالب الذي يريد أن يمارس الترجمة الأدبية، وأؤكد الترجمة الأدبية، إذا لم تكن له ثقافة أدبية واسعة فلا يمكن أن يخوض هذا الميدان إطلاقا. وهذا يتساوق مع ذلك الشرط الكبير الذي وضعه الجاحظ في القرن الثاني عندما قال: ولا بد للترجمان. وكان بطبع الحال الجاحظ يتحدث عن الترجمان في العلوم الإنسانية وفي الفلسفة، ولا بد للترجمان، ترجمان في القديم يطلق عليه الترجمان ليس المترجم اليوم، ولا بد للترجمان أن يكون أعلم الناس باللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية. بمعنى أن تكون إلمام، وهنا الجاحظ يميز بين معرفة اللغة وبين إتقان اللغة، لذلك جاءت صيغة التفضيل أعلم الناس. أعلم الناس جاءت هنا كلمة أعلم صيغة تفضيل. إذا كان الناس يعلمون لغة أو يعرفون لغة بشكل من الأشكال، فإن المترجم الأدبي يجب أن يكون أعلم الناس باللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها. وزاد ويقول: حتى يكون فيهما سواء وغاية، بمعنى أن تستوي معرفته باللغة التي ينقل منها إلى اللغة التي ينقل إليها والعكس، ويبلغ الغاية من اللغتين. بلوغ الغاية من اللغتين وهو التشبع والتمثل بثقافة اللغتين. طيب، إذا جئنا الآن إلى الترجمات الموجودة في المكتبات وهي الترجمات الأدبية، وركزنا فقط على ترجمات الشعر وترجمات الرواية، وحاولنا أن نستقصي أو نبحث في أسماء المترجمين، هناك شرط يقر به جميع منظرون في الترجمة، يقول: الذي يريد أن يترجم نصا شعريا لابد أن يكون أولا شاعرا، إذا لم يكن شاعرا فلن تكون ترجمته للقصيدة بنفس القوة وبنفس الجمالية التي نجدها في الأصل. وهذا إلى حد ما صحيح. الشاعر الذي المترجم الذي يترجم ديوانا شعريا ما لم يكن شاعرا ومارس الشعر ويتذوق الشعر لا يمكنها أن ينتج لنا ديوانا شعريا، على الأقل لا نقول يضارع الأصل أو يفوقه، ولكن على الأقل أن تكون فيه جمالية. هذا شرط صعب، لذلك قالوا الشعر يستحيل ترجمته، لأن ترجمة الشعر هو في الحقيقة إنشاء لقصيدة جديدة مختلفة كليا عن الأصل. وهذا إلى حد ما صحيح إلى حد ما من خلال التجارب، لأن الشاعر المترجم يوظف من تأويله وإمكانياته وصوره وتخيلاته واستعاراته وتشبيهاته ما تسعفه به لغته، ولكن هذه الاستعارات وهذه التشبيهات تختلف من لغة إلى أخرى، وبذلك قالوا باستحالة أو صعوبة الشعر، ومنهم الجاحظ قديما. إذا أتينا كما قلت إلى المكتبات وبحثنا في الرواية مما يترجم الآن، أغلب الذين يترجمون في مجال الرواية لا يتقيدون بالتقنيات التي توجد مثلا في معهد الملك طنجة للترجمة أو في بعض التقنيات التي نجده في الكتب المنظرة. في الحقيقة كل ما يحدث أو عندما تخرج الترجمة بجمالها نكتشف أن المترجم يوظف جمالية لغته هو في لغته العربية مثلا في ترجمة نص دون أن يخضع لقواعد الترجمة كما ينبغي أن تكون، من حيث اختلاف اللغتين في مستوياتهما الصرفية والنحوية وإلى آخره. لذلك جاء عالمان كبيران وحاول أن يسد هذه الثغرة، والكتاب كلاسيكي وقديم ظهر سنة 1951، كاتبان كنديان ربما تعرفون الكتاب وحاز شهرة كبيرة، للأسف لم يترجم إلى العربية، ترجم إلى الفرنسية، هناك نسخة بالفرنسية وهناك نسخة وهو أصلا نسخة الأصلية دياله بالفرنسية ولكن ترجم إلى الإنجليزية. هذا الكتاب اسمه La stylistique comparée du français et de l'anglais 2. méthode de traduction.
لاحظوا جيدا ميثود دو تراديكسيون. هذان العالمان أراد أن يملأ الفجوات الموجة في الترجمة بشكل عام، وتحدث عن الترجمة الأدبية في الفصل الأخير من كتابهما. خرج من جامعة مونريال وهما لسانيان يشتغلين في حق اللسانيات، فاتضح لهما بأن هذوك لي بانو اللي كاينين في مونريال كتكون فيهم الفرنسية والإنجليزية. يعني مثلا يعني خذ هذا الشارع ولا تأخذ هذا، حافظوا على السرعة، لكن دائما تأتي العبارة بالفرنسية وتأتي تحتها عبارة بالإنجليزية. هذا موجود في مونريال في الكيبيك كله، وموجود في مونريال في الكيبيك، لأن كاين الفرنسية وكاين الإنجليزية، شيء طبيعي. فلاحظ مستوى الاختلاف والتفاوت في دقة الترجمة، فالتفت إلى زميله، هذا موجود في مقدمة الكتاب، موجود في مقدمة الكتاب الذي ذكرته، قال له: لماذا لا نضع أنا وأنت كتابا نسميه لا ستيليستيك كومباري، الأسلوبية المقارنة بين الفرنسية والإنجليزية، نقطتان تفسير منهاج للترجمة. لأن لاحظنا في هاد لي بانو وهاد الشعارات كله ديال المينيستير ديال المقرات، لاحظنا تفاوتا وأخطاء واضحة. نحن لسانيان ونحن نعرف هذه الأخطاء. بحال دابا حنا مثلا نعطيكم مثال في العربي، كتخرج دابا هنا كتلقى الفحص التقني على العربات، هذه غير مثال، الفحص التقني على العربات الى عاود ترجمتيها، وهي اصلا ترجمه لفيزيت لا فيزيت تكنيك سور لي فيكول، هذه ترجمه حرفيه ترجمه على العربات، وهي في الاصح في العربيه راه خصك تقول الفحص التقني للعربات، ماشي الفحص التقني على العربات. اذا مثل هذا غير مثال، بحال هادشي اللي لاحظوه هما مثل هذه الاخطاء الكثيره جدا. فكتب كتابا قرب فيه تلك الهوة الموجودة بين الفرنسية وبين الإنجليزية فيما يتعلق بكثير من الكلمات، ولكن هنا رجع إلى اللسانيات. وهذا الكتاب مشهور جدا، ويعتبر من أحسن الكتب التي يمكن أن تفيد الطلبة في ما يسمى فقط للاستئناس بالمبادئ العامة. نحن نعرف مثلا بأن في الفرنسية ما فيهاش المثنى، العربية عند فيها المفرد وفيها الجمع، ولكن المثنى ما كاينش في الفرنسية. كيفاش غادي هذا هدر غير بشكل مبسط مثلا الطلبة؟ الجمع كاين شي كلمات في الفرنسية كلها جمع لا تأتي مفردا، ملي كتقول لي فينوغاي ما تقدر تقول لها جنازات، هي في العربية جنازة. لي فاكونس كذلك، لي فاكونس دائما تأتي جمعا في الفرنسية، ولكن ملي تنهضر في العربية كتعني العطلة بالمفرد. وهكذا، لأن ما يكون مجردا في لغة يكون محسوسا في لغة، وقد يكون الشيء محسوسا في لغة ويكون مجردا في لغة، وهذا تباين في اللغات، لا في الرتبة ديال الفعل الفاعل إلى آخره. هذه التقنيات يجب على المترجم النصوص الأدبية أن يكون ملما بها، وهي شرط من شروط الترجمان الجيد. ولكن سأعود إلى ما يسمى بالثقافة الأدبية الواسعة، الذي لا يقرأ بلغة أصل سواء الإنجليزية أو فرنسية ويريد أن يتخصص في الترجمة الأدبية، الذي لا يقرأ ما لا يحصى من الروايات حتى يتشبع بالأساليب ويتمثل بالأساليب ويعرف هذه اللغات ويعود إلى نحوها وصرفها ويعرف ثقافتها. كاين عندنا واحد المشكل في الترجمة ديال جهل المترجمين بثقافة النص المصدر، ولذلك يقعون في أشنع الأخطاء أو الأخطاء فادحة جدا تقتل الثقافة وتقتل الحضارة وتقتل النص الأصلي، وقد وقفنا على ذلك كثيرا جدا جدا. وأعطيكم مثال، كتاب ديال فاطمة المرنيسي اللي ترجم الحريم السياسي، الذي أعاد ترجمته الزميل حسبان ولا هدف طنجة مؤخرا بناء على دراسة كنت كتبتها نقدية على هذا الكتاب. هذا الكتاب فاطمة المرنيسي كتكتب بلغة جميلة جدا. فاطمة المرنيسي من مميزاتها أن عندما تكتب بلغة أدبية شاعرية حتى في مجال الفكر، لغتها لغة جميلة جدا، ولكنها حتى عندما تكتب عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذكر مثلا أبو هريرة، وذكرت حفصة بنت حيي وهي صحابية بنت أخطب التي تزوجها النبي، وذكرت أسماء كثيرة.
جاء مترجم من سوريا مثلا ويترجم في وهو محامي لا علاقة له بالثقافة الأدبية من جهة التخصص، هذا مشكل آخر. إذا ما كانش عندك تخصص لأن لا يمكن لكي يترجم في الفلسفة ينتقل مباشرة يترجم في الأدب بلا ما يعبر بواحد الجسر ديال هو الموجودة بين ما هو فكري فلسفي وبين ما هو أدبي، أو على الأقل أن يكون عنده استعداد فطري ومتشبع بإشكاليات الترجمة في عمومها، ويعرف عندما ينتقل من جانب الفلسفة يعرف بأن له شروطه، عندما ينتقل من ترجمة الفكر يعرف أن له شروطه، ينتقل من الفكر إلى الأدب يعرف بأنه انتقل إلى منطق فيها كثيرا من المزالق. لأن أخطر أنواع الترجمة هي الترجمة الأدبية لما تتطلبه من هذه الشروط. مثلا هذا المترجم مثلا أخذ كلمة مثلا شوية ولا دقيقة أنا سأختم. طيب مثلا باش نقول لكم كيفاش أن بعض الترجمات عند ترجمة الكتاب ديال الفاطرة النسوية جاء مثلا لاسمه أبو هريرة، هذا مترجم عربي وسوري، والغريب يتأمل كلمة أبو هريرة الهر الهرة هريرة هو يترجمه بأبو القطة الصغيرة، وهذا موجود ويقرأ صفية بنت حيي تيشوف فيها مزيان صفية صفية صوفيا بنت حويا، هذا يضر بالثقافة الأدبية، هذا يسيء إلى الثقافة الأدبية، هذا إجرام في حق الثقافة وفي حق اللغة وانتقال النص، في حين أن النص الأدبي يجب أن يكون المترجم متشبعا أولا بثقافة اللغة، وأن يكون قرأ تلك الرواية التي يريد ترجمتها لشخص. لذلك تجد في الغرب يحترمون هذا، تجد الذي يترجم لجابرييل ماركيز تجد مترجم واحدا يترجمه إلى الإنجليزية، أغلب متخصص فيها مترجم واحد. في مثلا في الإسبانية أو تجد نفس المترجم هو الذي يترجم لنفس الكاتب لأنه قرأ جميع أعمال الروائية، وربما جالسه وربما زامنه أو رافقه وربما تدرب على مجموعة من الروايات قبل أن يترجم كل مؤلفاته، في حين هذا الشرط ضروري بالنسبة للمترجم الأدبي، لأن المترجم الأدبي كما قلت لكم لا بد لهم من ثقافة أدبية واسعة. لا 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 ماشي المهم التقنيات، تقنيات أنا المهم، لأنه عندما نهضر على النصوص الرفيعة أو النصوص الراقية يجب أن تفجر لغتك حتى يرتقي النص إلى مستوى النص الأول. إذا بدأ أن النص الثاني الفرع أقل أو مشوه أو لغته لا تعبر عما في النص، فأعلم بأن المشكل في المترجم وليس في النصوص. النصوص يمكن أن تترجم، والترجمة انتهينا من ذاك الجدار واش الترجمة كاينة ولا ما كاينة، الترجمة موجودة، كبار المترجمين موجودين في الشعر في الرواية، ولكن المسؤولية تقع على المترجم وتكافئات المترجم وثقافة المترجم والسعي لكي يرفع بالنصوص إلى درجة أن تكون على الأقل ندا أو مساوية للنص الأصل في الجمال في الروعة وفي القراءة المتيعة كما يقولون. والسلام عليكم ورحمة الله. حسن الطالب على المشاركة القيمة، ولا يمكن اختزال هذه المشاركة في جملة أو جملتين. فنعم أشرتم إلى أهمية إلمام المترجم أو الترجمان حسب الجاحد بإلمامهم بعلوم كثيرة وثقافة واسعة. والآن نمر إلى الأستاذ الكريم الدكتور محمد مفتال، أستاذ بجامعة شعيب الدكلي الجديدة، والذي يشاركنا ورقة أو ترخيص ورقة عنوانها المقاربة التكافؤية للترجمة الأدبية النص سابق على المنهج. تفضل.